ركنية، كرة عالية، رأسية، حاضر، الله الله الله، جول! بالعزيمة والإصرار أتت رأسية محمد الباقر، وهدف ثالث لمنتخبنا، هدف ثالث، حسم اللقاء وضمان الثلاث نقاط والعبور والوصول إلى الدور ربع نهائي. خلاص خلاص، محمد الباقر ختم على الثلاث نقاط بالشمع الأخضر بلون الفانيل الخضر. الله 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 يا محمد الباقر، ارتقاء ارتقاء وتسديدة، أو رأسية 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 جميلة، وضعت وضعت بشكل رائع في مرمى المنتخب الكويتي، ومحمد الباقر يأتي بالفرحة الكروية وقبلة قبلة قبلة على العلم العراقي، وهنا قراءة سورة الفاتحة على الراحل حيدر عبد الرزاق نجم منتخبنا الوطني الذي وفته المنية فقدناكم